بسم الله والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. ليه الانجيل ساعات يقول ظهر بدل ما يقول تجسد؟ الانجيل قال كذا فعل في التعبير عن التجسد، وكل فعل منهم بيعبر عن زاويه من زوايا سر التجسد. فمثلا الانجيل قال كلمه اتى على بدل ما يقول ولد المسيح، كتير ما الانجيل بيقول اتى، اتى الينا، اتى غير ولد. بتضيف ايه اتى؟ اتى بتضيف معنى جميل، انه موجود وجه. ولد ممكن تفهم فقط، هي طبعا ولد حقيقية، المسيح اتولد من العذراء، لكن ممكن واحد يفهمها فهم ناقص، انه اتولد زي اي انسان عادي. فالانسان العادي لما بيتولد ده اول وجوده، انما المسيح ده مش اول وجوده، قد أتى إلينا على الأرض. فإذا كونوا أتى فعل لاهوتيا بيشرح وجوده الأزلي، بيأكد أنه كان موجود قبل ما يكون مولود من العذراء. بنعبر عن التجسد بالكلمتين البساط دول، أتى ده شرح التجسد، وخلصنا ده غرض التجسد. فعل تاني استخدمه الكتاب ظهر، زي بقى صاحب السؤال لما ركز على كلمة ظهر، يقول مثلا عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ظهر دي جت في كذا حتة في الإنجيل. برضو ظهر تؤكد لنا أنه كان غير مرئي ثم صار مرئيا. إذا استخدام الكتاب المقدس لكلمة ظهر هي ما تلغيش ولد، طبعا هو ولد من العذراء، لكن بولادته من العذراء ظهر، ظهر للعيون، زي القديس يوحنا لما عبر عنها وقال إيه، الذي كان من البدء، ده أزلي كده، هو الذي رأته عيوننا، هو الذي سمعناه بأذاننا، هو الذي لمسته أيدينا، فإن الحياة أظهرت. فعل أشرق يؤكد نفس الحقيقة اللاهوتية، أن المسيح موجود بلاهوته منذ الأزل، ولكنه بتجسده أشرق علينا. عشان كده تلاقي تعبير ملاخي النبي يقول إيه، شمس البر تشرق والشفاء في أجنحتها. يبقى المسيح جاي بشمسه الحلوة دي بنوره ينور علينا ويشفين. تجسد، أتى، ظهر، أشرق. تعالوا ناخد فعل تاني، نزل، يقول طأطأ من السماوات ونزل. نزل لا تعني أبدا أن المسيح ترك السماء، لأنه بحكم لاهوته هو مالي كل مكان، يبقى مالي السماء ومالي الأرض. لكن فعل التجسد يجعله يتنازل، وهذا التنازل زي ما شرحه مثلا بولس في فيليب 2 يقول ايه، إذ كان في صورة الله لم يحسب مساواة لله اختلاسا، ولكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. عملية النزول دي أحد التعبيرات الأخرى عن التجسد، إنه نزل، لكن نزل لا تلغي أبدا إنه مال السماء والأرض. فعل كمان اشترك، فبيقول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، كل البشر لحم ودم، اشترك، هو ده فعل تجسد، اشترك هو أيضا كذلك فيهما. يبقى المسيح شاركنا لحمنا ودمنا، هي دي حقيقة التجسد. ده شرح آخر للتجسد، استخدام ألفاظ كثيرة وأفعال كثيرة بتحاول تشرح القضية دي.